رقم واحد. تمام، سؤال رقم واحد هتبقى ده. واحد يا دكتور، هو بيقول لي أي من ما لي صحيح، أكثر الفلزات الانتقالية وفرة في القشرة الأرضية. كلمة فلزات تمام، يبقى احنا عندنا اتنين، بس هو قال لي انتقالية، يبقى احنا ما عندناش غير الحديد يا دكتور، فاستبعدنا ألف واستبعدنا جيم. أكثر الفلزات وفرة في القشرة الأرضية، أول فلز في الدنيا كان مين؟ كان الألمونيوم، لأن احنا قلنا إن الأكسجين، بعد كده السيليكون، بعد كده الألمونيوم، بعد كده مين؟ بعد كده الحديد يا دكتور. ده كان مين؟ كان انتقالي، لكن ده كان مين؟ ممثل. دلوقتي لما هو قال لي انتقالي اخترنا مين؟ اخترنا الحديد، لكن لما هو قال لي فلزات بس وسكت اخترنا مين؟ اخترنا الألمونيوم يا دكتور. تبقى الإجابة د. رقم اتنين. تمام، هي من البشرة الأرضية تزن 10 كيلو جرام في نقطة الحديد فيه تقريبا، هتبقى دال. طب واحدة واحدة، عينة من القشرة الأرضية كانت تزن كام؟ 10 كيلو جرام، كتلة الحديد فيها هيبقى كام؟ احنا عارفين أصلا يا دكتور خمسة إن، بوينت واحد حلو جدا، إن 5.1% صح؟ دي لو جيتي تترجميها معناها إن 100 موجود فيهم 5.1. طب يا دكتور هو بيقول لي بقى العشرة هيبقى موجود فيهم كام؟ طرفين في وسطين، تمام، هتبقى ب. هتبقى بيه يا دكتور. تمام؟ تمام، رقم ثلاثة. التكوبة هو أكبر نيزك في العالم، موجود في ناميبيا، وكلته حوالي 60 طن، لأن غدة الحديد التي توجد بيه تساوي تقريبا تبقى أدال 54 طن. هتبقى 54. ليه يا دكتور السؤال ده؟ بص يا جماعه، احنا اتفقنا مع بعض ان النيازك كان موجود فيها بنسبه كام؟ بنسبه 90%. يبقى انت المفروض هنا تحسب النسبه. النسبه يا دكتور كانت بتساوي ايه؟ قانون النسبه كان بيساوي الكتله الصغيره على مين؟ على الكتله الكبيره. كل ده مضروب في كام؟ مضروب في 100 يا دكتور. طب ما تيجي نشوف دلوقتي الراجل ده، الكتلة الصغيرة، الاختيارات بتاعتك كلها دي الكتلة الصغيرة على مين؟ على الكتلة الكبيرة اللي هي 60، فتروح تقول له والله 3.366 على 60 يا دكتور مضروبة في كام؟ مضروبة في 100. هنا نفس الكلام، الستة على 60 مضروبة في 100 يا دكتور. هنا نفس الكلام، هتقول لي الـ62.634 على 60 مضروبة في 100. هنا نفس الكلام، 54 على 60 مضروبة في كام؟ مضروبة في 100 يا دكتور. اللي هتطلع نسبته 90% يبقى هو ده الإجابة الصح، فده هو تقريبا اللي هتطلع نسبته 90%. رقم أربعة. تمام، جميع معايير من الخامات الصالحة لاستخلاص الحديد ما عدا تبقى دال. هتبقى ده ماهوش خام أصلا، تمام؟ ما خدناهوش إن ده خام. رقم خمسة. تمام، تم استخراج عينة صغيرة من أحد خامات الحديد من الأرض كتلتها 100 جرام، فصل الحديد عليها فكانت كمية الحديد 70 جرام، فإن اسم الخام هو هتبقى ماجنتايت. تبقى ماجنتايت يا دكتور، ليه؟ لأن أدام 70 على 100، تروح احسب النسبة تبقى كام يا دكتور؟ تبقى سبعين السبعين في المية على 100 مضروبة في 100 يا دكتور تطلع تقريبا 70%، والأعلى نسبة في موجودة في الخام كانت فين؟ كانت في الماجنتايت. ممتاز. رقم 6. يلا يا محمد يا عادل. تمام. استخدم جدول أفضل خامة مستخدمة ليتم استخلاص الحديد منه داخل أفران الاختزال. تمام، أفضل الخامات المستخدمة ليتم استخلاص الحديد منه داخل أفران الاختزال، يعني نسبة الحديد تكون عالية، حلو جدا، فهنستبعد نسبة ألف الشوائب وهنستبعد تكون د. أقل حاجة. نسبة الشوائب أقل حاجة يبقى هنستبعد ج. تمام، يبقى مفيش غير ب يا دكتور، ولازم يكون سهل الاختزال طبعا علشان يتروح لمين؟ عشان يروح لي نقدر نختزله في أفران الاختزال. تمام، يلا رقم 7. إذا علمت أن حجم حبيبات الخام المناسبة لعملية اختزال إذا علمت أن حجم حبيبات الخام المناسبة لعملية الاختزال يتراوح ما بين 10 و70 ملم مكعب، أي ما يأتي غير صحيح؟ حجم حبيبات الخام الناتجة عن تنظيف أفران الاختزال قد تكون 5 ملم مكعب،
ممكن، حجم حبات علشان يا الخام دكتور الكبير علشان ممكن. ايه ده بالنسبة لنا هو شوائب، تمام؟ ما هو تنظيف يبقى شوائب، يبقى ممكن، واحنا عايزين نتخلص من الشوائب يبقى لازم تكون اقل من مين؟ من الراجل ده او من الرقم ده. طيب الحبيبات التي حجمها 50 تجري لها عملية تكسير، لو احنا عندك حجم 50 هنكسرها ولا هي اصلا في الحجم المناسب؟ ده هي حجمها مناسب خلاص من يبقى دي، 10 في 70. يبقى دي غير صحيحة يا دكتور، تمام؟ طيب تمام. اثناء عملية التكسير تنتج حبيبات حجمها من 10 ل 70، ده اللي هو قاله لي اصلا في السؤال، تجري عملية التلبيد للحبيبات اللي حجمها اكبر. ايوه يا دكتور، علشان احنا عايزين من 5 لكام؟ او من 10 ل 70. رقم 8، تعلمت أن قطر تغير الخام المناسبة لعملية اختزال داخل أفران الاختزال يتراوح من 10 مليمتر ل 70 مليمتر. لذا فقطر تغير الخام الناتجة من عملية التكسير والتلبيد يتوقع أن يكون، نقول قطر تغير، نقول مثلا رقم في من هنا صح، من اول العشر لحد 70، رقم في النص، المية اكبر، الخمسة وسبعين اكبر، الخمسة اقل، يبقى ما قدامناش غير مين؟ غير جيم، لان احنا عايزين 30. حجم الدقائق اللي جاي منين؟ من التكسير والتلبيد، اللي كان بيتراوح منين؟ من 10 ل 70. دقائق الخام يعني قصده على الحديد صح؟ دقائق الخام مش الحديد، دقائق الخام، تمام؟ خام ايه بقى؟ ما هو خام السدرايت، الهيماتايت، المجنتايت، الليمونايت، اي خام من دول، تمام؟ رقم 9، الشكل المقابل يمثل عملية تحدث عند استخلاص الحديد من خاماته، إن كل ميال يعبر عن عملية الحديثة مع استخلاص الحديد من خاماته تؤدي إلى زيادة في حجم حبيبات الخام دون تغير نسبة الحديد في الخام. لا، هو يزيد نسبة الحديد. ماشي. بس السؤال يبقى دلوقتي انت في انهي عملية؟ لو انت بصيت كده هتلاقي ان انت في عملية التلبيد، صح؟ ايوه عملية التلبيد دي يا دكتور كنا احنا بنعمل ايه؟ بنجمع الحاجات الصغيرة، يعني دي كانت احجامها صغيرة جمعناها في احجام كبيرة، والكتلة ثابتة صح؟ ونسبة الحديد ثابتة، ما دام الكتلة ثابتة يبقى نسبة الحديد هي كمان ثابتة. زيادة حجم الحبيبات، الحجم كان صغير كبر، ماشي يا دكتور موافقين. تغير نسبة الحديد، لا ما تغيرش النسبة، ما هي الكتلة ما اتغيرتش، يبقى النسبة أكيد ما اتغيرتش. طيب يا دكتور، تمام. تؤدي إلى نقص في عدد دقائق الخام دون تغير نسبة الحديد، ماشي. ما هو ده كان عندنا 100 دقيقة دلوقتي وبقوا 4 بس، ماشي. يبقى يا دكتور لحد دلوقتي تمام. تزداد كتلة الحبيبات ويزداد تركيز الحديد، هل الحديد بيزداد؟ ما هو ما زادش، يبقى ده هي الغلط، او جيم هي اللي غلط يا دكتور، تمام؟ تحدث هذه تمام. العملية بعد عملية التكسير والاختزال. اه ماشي، تمام صحيح. ما عندناش مشكلة، لأن تكسير وبعد كده تلبيت. رقم 10، أي الميل يعتبر صحيح لما يحدث لها الحديد أثناء عملية التلبيد؟ التلبيد طبعا تجميع جزيئات الخام الصغيرة في أحجام أكبر تناسب عملية الاختزال. حلو. طيب إحنا عندنا يبقى واحدة واحدة، الحجم كتلة ماله؟ الخام الحجم يزيد ولا يقل؟ في أحجام أكبر حجم يزيد. حلو جدا يا دكتور، تبقى ب ودال استبعدنا. كتلة دقيقة الخام بتزيد ولا بتظل ثابتة؟ لا، هي زي ما هي. ليه بقى؟ ما هو ما انت كنت عندك هنا واحدة صغيرة، بقى عندك واحدة كبيرة، يبقى الحجم بتاعها مالها؟ زاد، فالكتلة بتاعتها مالها؟ زادت برضو، تجميع جزيئات الخام الصغيرة صحيح، يبقى الحجم يزيد. يبقى يا دكتور تزداد، تمام؟ يبقى استبعدنا به. تعالى كتلة، الكتلة الكلية للخام ايه اللي هيحصل لها؟ احنا ما حصلناش حاجة، يعني انت معاك كيلو هيفضل كيلو، معاك 10 كيلو هيفضل 10 كيلو، بس انت عملت ايه؟ بدل ما هما كانوا متفتفتين بقيت تجمعهم في شكل قوالب كبيرة، صح؟ تبقى الإجابة يا دكتور صح. جيم. يلا يا روان. دقيقة.
عائشة الصوت بعيد جدا، يعني قربي علينا كده وقولي. عائشة الصوت بعيد جدا والله، سامعاني؟ والله ما سمعتش، قولي تاني معلش، بس علي صوتك شوية. كنت بقول علشان كده، اه اتفضل. كنت بقول إن كتلة دقيقة الخام بتعبر عن عملية التلبيس. كتلة دقيقة الخام، هو لا هو هنا قال لي ان احنا عايزين اثناء عملية التلبيد، فبدأت اشتغل عليها. تمام تمام، لما تخلص فعلا بقول لك. ماشي. يلا يا روان رقم 11. رقم 11 فعال. رقم 11 يا دكتور هتبقى ألف. حلو قوي. طيب ليه يا دكتور؟ لأن احنا هنا اتفقنا مع بعض إن عملية التركيز كان فيها 3 حاجات. عملية التركيز يا دكتور بنشيل شوائب صلبة. طيب لما أنت تشيل شوائب صلبة إيه اللي يحصل بقى؟ أول حاجة يا دكتور كتلة الخام تقل. رقم 2 يا دكتور كتلة الحديد ثابتة. رقم 3 يا دكتور نسبة الحديد تزيد. رقم 12. 12 تاني. 12 يا دكتور هتبقى دال. حلو جدا، لان احنا دلوقتي بيقول لك كلهم خواص فيزيائيه ما عدا مين؟ ما عدا التحميص كان خواص مين؟ كيميائيه يا دكتور. اللي بعدها 13. تبقى دال. حلو جدا، كل دول عمليات فيزيائيه ما عدا مين؟ ما عدا برضو التحميص، لان التحميص كان عمليه مين؟ كيميائيه يا دكتور. خلي بالك ان التوتر السطحي والفصل الكهربي والفصل المغناطيسي كل دول كانوا طرق من طرق مين؟ عملية التركيز يا دكتور. تمام؟ حلو. رقم 14. تاني معلش، 14 هتبقى ايه؟ لا بص ركزي تاني في 14. ده كان مغناطيس صح؟ يبقى ده يا دكتور كان فصل مغناطيسي، والفصل المغناطيسي ده كان انهي طريقة؟ كانت طريقة مين؟ التركيز يا دكتور صح؟ طيب معنى كده ان ده كان جاي بقى من ايه؟ من تكسير او تلبيد. جميل. طيب ايا ما مالي صحيح بقى الاكس يا دكتور يعبر عن الخام قبل عملية التكسير؟ لا ده بعده، لان احنا دلوقتي رايحين على عملية مين؟ التركيز. يبقى غلط. نسبة الحديد في الواي، فين الواي؟ اهي يا دكتور اكبر من نسبته في الاكس. ما هو ده دلوقتي احنا اتفقنا مع بعض ان ده عملية التكسير او التلبيد. هنا يا دكتور كانت نسبة الحديد اقل، نسبة الحديد اقل، واحنا قلنا ان في عملية التركيز نسبة الحديد مالها؟ تزيد، نسبة الحديد تزيد. يبقى يا دكتور فعلا تركيز الواي اكبر من تركيز مين؟ الاكس. يبقى به لحد دلوقتي صح. تمام. طيب نيجي بعد كده الشكل يمثل عملية تكسير؟ لا ده عملية مين؟ تركيز يا دكتور، لانه فصل مغناطيسي. الواي تمثل حديد نقي، ما بنستخدمش حديد نقي اصلا، لان احنا هنا عندنا خام، والخام بيبقى فيه شوائب، يبقى ما فيش غير به يا دكتور هي اللي تنفع. تمام يا روان. حلو. رقم 15. حدش يعدي سؤال ماشي؟ رقم 15. رقم 15 هتبقى به يا دكتور لا يتغير نسبة الحديد فيه، يبقى تكسير وتلبيد على طول، لأن التركيز بيغير فيه والتحميص برضو بيتغير فيه يا دكتور. العمليات التي يزيد فيها نسبة الحديد كانت التركيز والتحميص. تبقى الإجابة ب. يلا يا سلمى. سلمى رقم 16. هتبقى جيم. 16 يا دكتور هتبقى جيم. حلو جدا. هو بيقول العمليه الفيزيائيه، خلاص ادام عمليه فيزيائيه يبقى احنا بنتكلم على تكسير او تلبيد او تركيز يا دكتور. التي ينتج عنها نقص في كتله الخام وزياده نسبه، يبقى احنا هنا عمليه التركيز من غير ما نكمل. بينما العمليه الكيميائيه تحميص وخلاص، يعني من غير كلام بقى، يعني ما تكملش. عمليه كيميائيه تحميص. 17. هتبقى جيم. 17 هتبقى جيم يا دكتور. جميع ما يلي يهدف الى تحسين خواص الفيزيائيه لخام الحديد قبل الاختزال عدا زياده نسبه الحديد في الخام. ما هو زياده نسبه الحديد في الخام يا دكتور ده عمليه مين؟ عمليه التحميص.
وهو هنا عايز مين؟ تحسين خاص الفيزيائية. تمام. 18 فمش أكسدة بعض الشوائب في مثلا مش أكسدة بعض الشوائب ده برضه في التحميص؟ أكسدة بعض الشوائب ده تحميص، لكن احنا هنا دلوقتي قبل الاختزال. تمام، قبل الاختزال. يبقى احنا رايحين دلوقتي خلصنا طب ما الخواص مش أكسدة بعض الشوائب برضه قبل الاختزال؟ ما هو ايوه، ما هو بيقول لك كلهم بيهدفوا الى تحسين الخواص الفيزيائيه ما عدا مين؟ مين اللي هيحصل؟ ما هو لو انت زودت نسبه الحديد يبقى انت كده دي عمليه كيميائيه، واحنا عايزين خواص فيزيائيه. خلي بالك ان الاكسده دي ممكن تحصل في التركيز، ممكن تحصل في التحميص، لكن في الغالب بتحصل في التحميص. تمام. تمام 18 جيم 18 يا دكتور هتبقى جيم. اوكي 18 جيم. ليه جيم؟ بص، بيقول لي عند تحميص عينة من السدرايد ترتفع نسبة حديد فيه تقريبا بمقدار كام؟ يا جماعة لو احنا جبنا السدرايد بالشكل اللطيف ده سخناه يا دكتور بمعزل عن الهواء نو اير، هيروح يتحول ل FeO زائد مين؟ ثاني اكسيد الكربون. بس احنا يا دكتور بنحمص في الهواء، فال FeO هيتفاعل مع الاكسجين فيتحول لمين؟ ل Fe2O3. نسبة الحديد هنا كانت 48.5، لكن هنا يا دكتور نسبة الحديد فيه كانت كام؟ 69.6%. يبقى علشان تقول لي ترتفع نسبة الحديد كام ما تختارليش ده، مش ده الرقم. امال يا دكتور انت كنت داخل 69.6 و 48.5، يبقى ارتفعت بنسبة كام؟ 21.1 يا دكتور. تمام، اللي هو الفرق ما بينهم. هو بيقول لي مش بقت كام، هو بيقول لي ترتفع بمقدار كام. في فرق بين بقت كام وبترتفع بمقدار كام. حلو. رقم 19 أبي 19 يا دكتور هتبقى، ركزي معايا، 19 العبارة أمامك أربع عبارات عن مرحلة يتم فيها تحسين الخواص الكيميائية للحديد. العبارة رقم واحد، نواتج تحميص الليمونايت هي أكسيد حديد 3 وثاني أكسيد الكربون. تعالي نشوف الليمونايت يا دكتور كانت مين؟ كانت Fe2O3.3H2O بالشكل اللطيف ده. لو احنا رحنا يا دكتور سخناها هتروح تتحول Fe2O3 زائد مين؟ زائد ال 3H2O بالشكل ده. يبقى النواتج كانت مين؟ كانت هيماتايد وميه. يبقى دي غلط، كلمة ثاني أكسيد الكربون دي غلط. عند تسخين كربونات الحديد بشدة في الهواء لا يتغير عدد أكسيد الحديد. تعال نشوف، جبنا يا دكتور FeCO3 بالشكل دون، رحنا حمصناه فراح ادينا مين؟ FeO زائد ثاني أكسيد الكربون، بس احنا فعلناه مع الهواء، يبقى ال FeO يروح يتفاعل مع الأكسجين يا دكتور فهيتحول لمين؟ لهيماتايت بالشكل اللطيف ده. أهو هنا يا دكتور عدد تأكسده الحديد كان كام؟ موجب الاتنين. هنا عدد تأكسد الحديد كان كام؟ كان موجب 3. لا، يبقى يا دكتور كان بيتغير، يبقى دي غلط. عند تحميص خام الحديد ذو اللون الرمادي المصفر يزداد عدد تأكسد الحديد فيه. مين الخام اللي هو الرمادي يا دكتور؟ اللي هو السدرايت. فعلا عدد الأكسد فيه زاد يا دكتور، يبقى الجملة دي صح. تحميص أي خام للحديد فإنه يتحول في النهاية إلى هيماتايد، صح يا دكتور. يبقى احنا دلوقتي الإجابة هتكون ايه يا سلمى؟ هتكون دال. تمام؟ اوكي. رقم 20 تمام هتبقى فصل مغناطيسي وتحميص. فصل تحميص، فصل مغناطيسي عشان ده دكتور عملية التركيز، وبنتخلص من الشوائب الغازية فين؟ في التحميص يا دكتور بالشكل اللطيف ده. تمام؟ تبقى الإجابة ب. ممتازين. يلا يا سلم، تسنيم، تسنيم، يلا تسنيم. 21 21 اقرا السؤال بصوت عالي. هتبقى جيم؟ هتبقى جيم صح. بيخرج الحديد من الفرن العالي في صورة ماسبور أي مما يلي، أو أي مما يعني أن المنطقة
مما يعني أن المنطقة السفلى من الفرن تصل درجة حرارة تقريبا إلى كام؟ 1800 يا دكتور. الحصة الجاية على طول، الحصة الجاية اللي هي بتاعت المرة الجاية دي على طول، هنكتشف إن الحديد ده يا دكتور بينصهر عند درجة حرارة 1538، تمام؟ فكان لازم درجة حرارة أعلى من اللي بينصهر عندها الحديد. 12 أو 22 هتبقى جيم. جيم يا دكتور. أي العبارات التالية صحيحة في فرن مادريكس؟ العامل المختزل هو الغاز المائي، ده الشرط بتاع فرن مادريكس، اللي هو أول أكسيد الكربون زائد الهيدروجين، اللي كان ايوه بيجي منين يا دكتور؟ اللي هو كان بيجي من الميثان زائد طبعا ثاني أكسيد الكربون زائد المية. رقم 23، هتبقى ألف. ألف. حلو جدا. العبارات الآتية تنطبق على ما يحدث في فرن عالي، الحديد الناتج منه يحتوي على نسبة من الشوائب يا دكتور، لأن إحنا اتفقنا مع بعض إن الحديد الخارج في أسرار الاختزال ماهوش حديد نقي، علشان كده بنروح لمرحلة الإنتاج بتعتمد على حاجتين، التخلص من الشوائب وإضافة بعض العناصر يا دكتور. حلو، ممتازين. رقم 24، هتبقى طيب تعالي نشوفها واحدة واحدة. هو بيقول لي العمليات اللي بتحدث داخل الفرن العالي، تمام؟ الفرن العالي يا دكتور كان احنا عندنا أول حاجة الشرط بتاعنا معانا كربون زائد الأكسجين فيتحول لثاني أكسيد الكربون، بعد كده بنجيب ثاني أكسيد الكربون بنحط على كربون تاني فيتحول لمين؟ لأول أكسيد الكربون. بعد كده يا دكتور بنجيب الهيماتايد اللي هو ناتج عملية التحميص يتحط مع أول أكسيد الكربون فيتحول لحديد زائد مين؟ زائد ثاني أكسيد الكربون بالشكل اللطيف ده. طيب مين المعادلات اللي احنا كتبناها دلوقتي قدامنا يا دكتور؟ كانت دي تنفع، دي تنفع. والله يا دكتور هو هنا جايب المجنتايت، مش هتفرق معايا بقى مجنتايت من هيماتايت، ماشي يا دكتور تبقى صح، تبقى الإجابة مين؟ 3 و4 و5 هي اللي معانا، تمام؟ جميل. طيب دي فكرة. واحد تاني ممكن يقول لي يا دكتور هو انا ايه، انا لما قرأت كلمة اكسدة واختزال دي رحت شفت مين حصل له اكسدة ومين حصل له اختزال، لقيت ان 3 و4 و5 كان حصل فيهم اكسدة وحصل فيهم اختزال، لكن والف واتنين او واحد واتنين يا دكتور لا، ما حصلش فيهم اي اكسدة ولا اختزال، تمام؟ يعني انت ممكن تجيبها بعدد التأكسد او ممكن تجيبها بالفكرة ان احنا جبناها دلوقتي، تمام؟ يعني احنا الاثنين في الوقت ده صح. 25، لسه معاك الدور يا تسنيم. بفكر بس. اوكي هتبقى باقي. طب تعالي نشوف واحدة واحدة كده دلوقتي. المعادلات الآتية تعبر عن تفاعل حدث أثناء استخلاص الحديد من أحد خاماته من الفرن العالي، وإدانا المعادلة خلال هذا التفاعل. عدد أكسد الحديد بيتغير من لفين؟ هنا عدد أكسد الحديد كان موجب 3، تمام؟ اتحول لكام؟ اتحول لصفر. يبقى من 3 لمين؟ من 3 لصفر. من 3 لصفر. خلاص يبقى ب، وده الغلط. حلو جدا يا دكتور، وخلي بالك إن هنا حصل له عملية اختزال فهو عامل مين؟ عامل مؤكسد. يبقى ده يا دكتور عامل مين؟ عامل مختزل. يبقى اول اكسيد الكربون عامل مختزل، تبقى الاجابه الف. ممتاز. يلا يا ياسمين. ياسمين 26. ما كنتش عارفه. تعالي نجرب نعملها مع بعض. 26 هنا بيعتمد على الوزن، ركزوا معايا. في فرن ماتريكس عند استخدام 6 مول من اول اكسيد الكربون و6 من غاز الهيدروجين لاختزال كميه كافيه من الراجل ده، فان عدد مولات الحديد هيكون كام؟ بص هنكتب فرن ماتريكس عادي، يعني هنكتب تفاعل فرن ماتريكس اللي هو اخر تفاعل اللي هو الهيماتايد، روح يتفاعل مع الغاز المائي يا دكتور اول اكسيد الكربون زائد الهيدروجين بالشكل ده. تعال نكبر المسافات شويه علشان نعرف نكتب الوزن. اهو يا دكتور هيروح يتحول لمين؟ يتحول لحديد زائد مين؟ زائد ثاني اكسيد الكربون زائد الميه. بص كل اللي مطلوب منك انك كنت تبص على الوزن، هنا هتلاقي يا دكتور ان هنا كان 3، هنا يا دكتور كان 3، هنا برضو كان 3، وهنا كان 3، وهنا يا دكتور كان كام؟ كان 4، وهنا كده كان 2. ده الوزن بتاعك اللي كان موجود في قلب
المعادلة. طب هو هنا بيقول لي ان احنا هنستخدم بقى 6 من اول غاز من غاز اول اكسيد الكربون، يبقى بدل الثلاثة خليها 6. وقال لك ان احنا هنستخدم 6 من غاز الهيدروجين، يبقى بدل الثلاثة خليها 6. معنى كده ان هو هيعمل ايه؟ هيضرب المعادلة كلها في 2. لو ضربنا المعادلة كلها في 2 بقت هنا 4، بقت هنا 8، بقت هنا كام؟ بقت هنا 6، وهنا برضه هيبقى 6 يا دكتور. يبقى دلوقتي لو انا قلت لك عدد مولات الحديد لو احنا دخلنا ب6 تخرج بكام؟ ثمانية ب8. ها مقتنعة ولا اقولها كام مرة؟ مقتنعة ولا اقولها كام مرة؟ طب حد مش فاهمها؟ نعدي. طيب حد يقول تمام؟ لا تمام يا لا مستر. تمام اوكي يا مستر. ماشي. هل ممكن نخرج وندخل تاني يا جماعة؟ هنخرج وندخل تاني من نفس اللينك طبعا. ماشي. رقم 27. هتبقى جيم 27 يا دكتور هتبقى جيم. حلو قوي. هو دلوقتي احنا بنتكلم على مين؟ على الفرن العالي. طب يا دكتور تفاعل الفرن العالي كان مين؟ كان الهيماتايت مع اول اكسيد الكربون يروح يدينا مين؟ اف اي زائد ثاني اكسيد الكربون. يبقى النفايات دلوقتي مين؟ ثاني اكسيد الكربون يا دكتور. رقم 28. دال 28 يا دكتور هتبقى دال. ممتازة يا دكتورنا. هو بيقول لي هنا في ما يلي 3 عمليات تجري لزيادة نسبة الحديد في الخام، تتضمن الفصل المغناطيسي يبقى ده عملية التركيز، تتم في الفرن العالي أو فرن مادريكس يبقى ده عملية الاختزال، يتم فيها تسخين خام الحديد بشدة في الهواء يبقى ده التحميص. تمام. طيب كل ما يلي صحيح ما عدا يا دكتور إن العملية واي اللي هي دي الحديد الناتج فيها لا يحتوي على، لا يا دكتور ناتج الاختزال كان فيه شوائب، عشان كده كنا بنروح لمرحلة الإنتاج، فكنا بنتخلص من الشوائب وبنضيف بعض العناصر اللي بتكسب الحديد الخواص المطلوبة. رقم 29. هتبقى ألف الفرن العالي. حلو جدا. هتبقى الفرن العالي يا دكتور. تمام. إنتاج الحديد، إنتاج الحديد ما عدا الفرن العالي. ليه يا دكتور؟ لأن الفرن العالي كان فرن اختزال، وإنتاج كان محول وكهربي وفرن مفتوح. ممتاز. رقم 30. ألف رقم 30 أي من مالي يتم استخدامه في المحاول الأكسجين يا دكتور؟ الحديد اللي بيه شوائب، عشان نقدر نتخلص من الشوائب ونضيف بعض العناصر اللي بتكسب الحديد الخواص المطلوبة. الحديد النقي بيخرج من مراحل الانتاج، بس احنا اصلا ما بنستخدمش حديد نقي لان الحديد النقي كانش له اي استخدامات. يلا يا عائشة. رقم 31. حاضر. 31 بيقول لي الانتاج خطوط السكك الحديدية يتم اضافة المنجنيز الى الحديد اثناء مرحلة الانتاج، حلو جدا يا فهتكون دكتور. جيم لان هي الوحيدة يعني. او جيم لانها هي الوحيدة على رأيك. تمام ماشي. 32. تمام. هو أنا كنت متلخبطة فيها يعني. تعالي نجرب نعملها مع بعض. ادرس التفاعل التالي. ماشي. اذا علمت ان الاكس عنصر انتقالي من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى، اي العبارات الاتيه صحيحه؟ تمام. تعالي نشوف. يكون مع عنصر انتقالي اخر سبيكه تحضر بالترسيب الكهربي. من السبيكه اللي كانت بتحضر بالترسيب الكهربي يا دكتور؟ كانت سبيكه استبداليه. تمام. استبداليه تمام. يبقى ممكن استبدالية يبقى يبقى النحاس أو الزد ان. النيكل. لا هو الترسيب الكهربي النحاس ومين وزد ان، بس هما دي السبيكه اللي كانت بتحضر بالترسيب الكهربي اللي معانا دلوقتي. تمام. طيب لو احنا جينا نشوف الراجل دون، ماشي يعني سيبي النقطة دي لحد دلوقتي. يكون مع عنصر الـ Mn سبيكة تستخدم في صناعة خطوط السكك الحديدية. يا اللي دكتور كان بيدخل يبقى ده داخل الحديد. ألومنيوم فهو مش أيوة الحديد فهو طيب يعني تعالي نشوفها مش برضه. عارفة. أنا كنت حلها على الألومنيوم. لا هو حديد. يكون مع العنصر زد ان سبيكة تستخدم في تغطية المقابض الحديدية. يا دكتور ده كان مين؟ كان النحاس.
نحاس. طيب يكون مع عنصر كروم سبيكة تستخدم في عمليات ملفات التسخين يا دكتور، ده عنصر مين؟ النيكل. طب واحدة واحدة بقى، تعال نترجم السؤال ده لما نيجي نحله بيقول لي ايه؟ ادرس التفاعل التالي. خلاص لما نيجي نشوف التفاعل التالي هنلاقي ان الراجل ده عدد تأكده كام؟ موجب واحد. ادام هو موجب واحد يبقى احنا بنتكلم على مين؟ على النحاس. اذا علمت ان الاكس عنصر انتقالي من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى، اي من العبارات الاتيه صحيحه. يكون مع عنصر انتقالي اخر، الزد ان ما هوش عنصر انتقالي يا دكتور، تبقى دي غلط. تمام؟ يكون مع عنصر الام ان سبيكه، ده الحديد يا دكتور واحنا عايزين النحاس، يبقى دي غلط. يكون مع عنصر الزد ان تستخدم في مقابل الحديديه يا دكتور، لحد دلوقتي دي صح. طيب يكون مع عنصر الكروم، ما هو ده النيكل يا دكتور، يبقى دي غلط. تمام حلو تمام فهمتها. جميل. رقم 33، هتكون جيم. 33 يا دكتور ده ما فيش فيه اي حاجه، يبقى نقي. ده يا دكتور في جوه المسافات البينيه، يبقى سبيكه بينيه. ده يا دكتور استبدلنا بعض ذرات الفلز الاصلي بذرات فلز اخر، تبقى جيم على طول، يبقى سبيكه استبداليه. رقم 34، 34 هتكون ألف 34 يا دكتور هتكون ألف. بينية، هي الواحدة اللي بينية. حلو جدا. في حد بيقول أي حاجة؟ قول يا محمد. محمد يا عادل عندك سؤال؟ محمد. طيب رقم 34، إضافة بعض ذرات الكربون في المسافات البينية للفلز تؤدي إلى تكوين سبيكة صلبة، عشان ده بيكون الحديد الصلب يا دكتور. 35، 35. يعني أنا برضو اتلخبطت فيها، علشان هو بيقول لي لتكوين سبيكة بينية، السبيكة البينية كانت حديد وكروم. لا السبيكة البينية اتفقنا مع بعض إن هو انتقالي مع مين؟ مع ممثل، صح؟ طيب تعال نشوف، ده انتقالي عشان ده الكروم، ده انتقالي عشان ده حديد، ده انتقالي عشان ده نيكل. تمام؟ لو جيتي توزعي دون توزعيه كام؟ هتوزعيه الهيليوم 2، 2 اس 2، 2 بي 1، صح؟ يبقى ده دكتور مين؟ هيكون ممثل لانه واحد، فهيكون ماله؟ ممثل لانه قاعد في البي. انا هوزعهم كلهم ايوه وبعدين اعرف تمام. خلاص خلاص، يبقى احنا دام هو عايزين سبيكه بينيه يبقى لازم الايه تكون معانا. مين الايه في الاختيارات؟ الف. تمام. ده يا دكتور لو انت جيت توزعيه هتبقى كام؟ هيبقى كريبتون 36 بالشكل اللطيف ده، بعد كده 5 اس 2 كده يا دكتور 38، وبعد كده 4 دي 46 ناقص 38 تطلع 8 يا دكتور. قاعد عنصر قاعد تحت النيكل يبقى انتقال. تمام. تمام. 36. أنا؟ لا من الأول بقى، يلا يا ملك. تمام. كمية عنصر التالية تستخدم في صناعة السيارات المستخدمة في صناعة سلوكيات السيارات مع عدد تبقى دال. واحدة واحدة، جميع العناصر الأساسية تستخدم في صناعة، واحدة بقى. أيوة تمام ماشي صح والله. هتبقى ده اللي يا دكتور هي اللي غلط، لأن ده أصلا الفوسفور عنصر ضار. 37، لسه معاك الدور. 37 تمام. 37 أي عبارات تدريس صحيحة عن سبائك البينية هتبقى ألف. ألف يا دكتور. النسبة بين عدد ذرات العنصر المضاف إلى ذرات الفلز الأصلي أقل من الواحد، ليه يا دكتور؟ لأن بص لو أنت رجعت كده، تعالى ارجع معايا للرسمة اللي فاتت دي، فين السبيكة البينية؟ ده يا دكتور كانت السبيكة البينية أهو، ده الفلز الأصلي أهو. تمام؟ لازم يكون الفلز الأصلي أكتر بكتير جدا من مين؟ من الفلز المضاف، لأنك أنت بتحطها جوه المسافات البينية، فمهما عليت ومهما رحت ومهما جيت هتكون الفلز اللي انت بتضيفه في المسافات البينية اقل بكثير جدا من الفلز الاصلي، فلازم يكون ماله اقل من الواحد يا دكتور. تمام. يبقى 37 هتكون كام؟ هتكون الف. 38، 38 هتبقى ب 38 كمان مرة، 38 كمان مرة. الصلب الذي لا يصدأ كم مين؟ كربون.
لا اللي هو الستانلس ستيل. تمام، الستانلس ستيل كان مين؟ حديد وكروم. تمام، المكون الاساسي للديور ايه؟ الومين الومنيوم. السبيكه المستخدمه في افران النيكل والافران الكهربائيه اللي هو النيكل مع الكروم يا دكتور، يبقى دي استبداليه، تبقى الاجابه جيم. بص احنا عندنا 3 سبائك، الصلب، الصلب بس من غير اي حاجه، ده يبقى حديده مين؟ حديده كروم. لكن لو احنا قلنا صلب لا يصدأ يبقى ده مين؟ حديد زائد كروم. لكن لو احنا قلنا اصلب من الصلب، اصلب من الصلب، يبقى احنا عندنا مين؟ حديد زائد الام ان. حلو، تمام. رقم 39 يا دكتور. تمام جميع ما هي عليه شروط يجب توفرها في العناصر المكونة للسبيكة الاستبدادية ما عدا هتبقى جيم. هتبقى جيم، يكون لها نفس العزم المغناطيسي. لا هو احنا قلنا ان هو يكون ليها نفس نصف القطر، نفس الخواص الكيميائيه، نفس الشكل البلوري. 40 40 تمام. سبيكة الحديد والكروم تبقى دال. هتبقى دال. حلو جدا يا دكتور الكلام ده. تتميز سبيكه الحديد والكروم اللي احنا اتفقنا مع بعض ان هي كانت مين؟ الاف اي زائد الكروم يا دكتور، دي كانت مين؟ صلب لا يصدأ. صلب لا يصدأ بإيه بقى؟ إنه يتم استبدال، لأن ده دكتور انتقالي مع انتقالي. تمام؟ انتقالي مع انتقالي، استبدالية من غير ما تفكر. يلا يا محمد يا عادل، 41. تمام، 41 هتبقى سبيكة استبدالية. 41 هتبقى استبدالية يا دكتور، لأن إحنا قاعدين فين؟ في مجموعة الوان بي، يبقى هنا كده يا دكتور نحاس، هنا كده يا دكتور فضة، هنا كده يا دكتور ذهب. هو هنا بيقول لي استبدل مين؟ استبدل التي مع الإي، يبقى إحنا معانا مين يا دكتور؟ سبيكة استبدالية على طول، اللي هو النحاس والذهب. 42 برضه استبدالية. 42 يا دكتور، تعال نشوف، هنا بيقول لي 4 اس 2 و3 دي هتبقى كام؟ 7 يا دكتور، ادام 3 دي 7 يبقى احنا معانا الكوبالت. هنا نفس الكلام، 4 اس ب1 و3 دي يا دكتور هتبقى بكام؟ ب5، يبقى احنا هنا معانا الكروم، انتقالي مع انتقالي، استبدالية من غير ما تفكر. تمام؟ حلو الكلام؟ تمام 43 43 هتبقى جيم. 43 يا دكتور هتبقى جيم. حلو جدا. السبيكة المكونة من الواي والزد كانت استبدالية يا دكتور. طب هو هنا ما ينفعش مثلا يا دكتور تكون أي حاجة تانية؟ ده قطرها صغير يبقى ما ينفعش استبدالية خالص، تبقى ألف مش نافعة خالص. الزد والإكس بينية يا دكتور، بص ركز، كلمة اتحاد يبقى لازم بين فلزية، ما ينفعش تبقى بينية. حلو، الواي كلمة تفاعل يبقى لازم تكون مين؟ بين فلزية، ما ينفعش بينية. تمام، ركز في التفصيلة دي، كلمة اتحاد أو تفاعل يبقى بين فلزية من غير من غير بص ما تفكر، من غير ما تعمل أي حاجة. 44 44 هتبقى سبيكة بينية من لا فلز وفلز. هتبقى دال يا دكتور. حلو جدا، لان احنا هنا دلوقتي بيقول لك مين غلط؟ ما هو خطوط السكه الحديديه كان مين؟ كان اف اي مع المنجنيز يا دكتور، يعني انتقالي مع انتقالي. تمام، فمش نافعه. 45 جيم الصلب اللفظي لا يصدر. هتبقى جيم يا دكتور. ليه؟ لان ده عباره عن سبيكه الحديد مع الكروم يا دكتور. 46 يا سلمى. هتبقى به 46 هتبقى به. حلو قوي الكلام ده يا دكتور، اللي هو الحديد مع مين؟ او الكروم مع الكوبالت يا دكتور. تمام، خلاص، حديد كروم وكوبالت يبقى استبدالية، لانه انتقالي مع انتقالي، احنا مثبتين المعلومة، انتقالي مع انتقالي يبقى استبدالية من غير ما نفكر. 47 دال. 47 كمان مرة، سبيكة تتكون من عنصرين واي واكس من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. العنصر اكس هو أكبر عناصر الثلاثة دي في العزم المغناطيسي، يبقى دكتور الاكس ده هيكون الكروم، والعنصر واي يستخدم كعامل حفاز في تحضير النشادر، يبقى يا دكتور الواي ده هيكون مين؟ الحديد. تمام،
طب دلوقتي لو احنا جينا نحطها ترتيبها هتبقى الكروم وبعد كده المنجنيز وبعد كده الحديد يا دكتور. نصف القطر دلوقتي لو جينا نتكلم هنلاقي ان نصف القطر تقريبا كان ثابت في المنطقة دي يا دكتور. تمام، 47 بقى تعالي نشوف. نصف قطر اكس اقل بكتير جدا، لا ده تقريبا ثابت. العنصران اكس وواي متشابهان في شكل البالون الخاص، صح يا دكتور، علشان كده احنا قدروا يكونوا سبيكه استبداليه. العنصر واي والاكس يقعان في المجموعه واحده، لا كل واحد كان قاعد في المجموعه. العنصر واي واكس يتحدان كيميائيا، ما هو لو اتحدان هيتكونوا سبيكه بين فلزيه، وهنا كانت استبداليه يبقى غلط، يبقى مفيش قدامنا غير مين؟ غير به بس هي اللي تنفع. تمام، كلمه اتحاد او تفاعل يبقى بين فلزيه. تمام اتفقنا. خلي بالك ان نصف القطر كان ثابت فين؟ من اول الكروم لحد النحاس، نصف القطر ثابت. اوكي 48. تمام. جيل 48 يا دكتور، جميع الصيغ الكيميائية الثلاثة تمثل سبائك بين فلزية ما عدا دال، ده أكسيد أصلا مش سبيكة. 49. ب 49 هتبقى ب، حلو جدا. جميع معيار يصف سبائك المركبات اللي بين فلزية ما عدا العناصر المكونة لها تقع في مجموعة واحدة يا دكتور. تمام مفيش الكلام ده، البين فلزية ده كنا بنقول الألمونيوم مع النيكل، كل واحدة قاعدة في مجموعة، بنقول الألمونيوم مع النحاس كل واحدة قاعدة في مجموعة، كنا بنقول السينمانتيت كل واحدة قاعدة في مجموعة، كنا بنقول مثلا يا دكتور الذهب والرصاص كل واحدة برضو قاعدة في مجموعة، فلا دي غلط. 50. جيم تبقى جيم صح. تتكون سبيكة الحديد الصلب نتيجة خلط عنصرين اكس واي، الحجم الذري للعنصر اكس اقل من الواي. العبارات الاتية صحيحة، خلاص ما هو واحد يا دكتور صغير فبيقدر يدخل في التاني يبقى سبيكة بينية، تبقى الف ودال غلط علشان هو ما قاليش اتحاد او تفاعل. طيب يا دكتور الاكس هو الاقل يبقى الاكس هو الكربون. تمام الاكس هو الاقل يبقى هو الكربون. يلا يا اروان 51. واحد وخمسين يا دكتور هتبقى جيم، حلو جدا. اي من ازواج السبائك الاتيه تنتج عند استبدال ذره بذره اخرى قريبه لها، خلاص يبقى احنا عايزين سبيكه استبداليه. خلي بالك يبقى انتقالي مع انتقالي خلصت، انتقالي مع انتقالي خلصت. 52. تبقى دال، حلو جدا. 53. ليه يا دكتور؟ لان دي سبيكه مين؟ لحظه لحظه، ليه دال؟ لان دي سبيكه الديور الومين، ما احنا قلنا ان الديور الومين مكونه من الومنيوم ونيكل او الومنيوم ونحاس، يبقى هي مين؟ بين فلزيه يا دكتور، بين فلزيه. 53. ثلاثة وخمسين برضه يا دكتور هتبقى ألف، لأن هو هنا بيقول لي إيه؟ سبيكة تتكون من ثلاث عناصر A و B و C. العنصر A عنصر ممثل يدخل في صناعة الطائرات، ألمونيوم يا دكتور. تمام، العنصر B عنصر انتقالي رئيسي من فلزات العملة، نحاس يا دكتور. العنصر C عنصر انتقالي رئيسي تركيب الإلكتروني، ده يا دكتور اللي هو مين؟ اللي هو النيكل. يبقى خلاص ألمونيوم مع نحاس، ألمونيوم مع نيكل، يبقى ده مين؟ ده الديور ألومين يا دكتور. 54. أربعة وخمسين هتبقى جيم، حلو جدا. العنصر الأساسي أو الرئيسي في الديور الألومين كان مين؟ الألومنيوم اللي هو كان 13 وجهد التأين الرابع بتاعه كان كبير جدا يا دكتور. رقم 55. 55 هتبقى ألف، حلو جدا. عنصران A و B من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، يكون كل منهما سبيكة بين فلزية، أو يكون كل منهما سبيكة بين فلزية مع الألمونيوم، وأقصى حالة تأكسد للعنصر A يقل عن رقم دورته. تاني معلش أنا تهت في وأنا بقرأ، معلش تاني يا جماعة. عنصران A و B من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى يكون كل منهما سبيكة بين فلزية مع الألمونيوم، ماشي.
واقصى حاله اكسد للعنصر A يقل عن رقم مجموعته. خلاص يا دكتور، يبقى الالومنيوم الA ده هيكون النحاس، فان عدد الالكترونات المفرطه في المستوى الفرعي 3 دي للعنصر B هيكون كام يا دكتور؟ هيكون صفر. تمام، لان هنا دلوقتي ده احنا بنتاكد او هي بينفل ازاي، يبقى ده يا دكتور خلاص عارفين ان هو مين، الالومنيوم زائد النحاس او الالومنيوم زائد النيكل يا دكتور. طيب الراجل ده لما انت تيجي توزعه هيبقى كام؟ 4 اس 1 و3 دي كام؟ 3 دي 10. لكن ده يا دكتور لما تيجي توزعه 4 اس 2 و3 دي يا دكتور كام؟ 8. ده بيقل عن رقم مجموعته. تمام، لان ده المفروض كان كام؟ كان المفروض يبقى في المجموعه العشرة وهو قاعد في المجموعه الثامنه. تمام، يبقى الاي نيكل والبي يا دكتور هيكون مين؟ هيكون النحاس. 56 يا مين يا جماعة؟ 56 يا تسنيم. 56 هتبقى جاي. 56 يا دكتور هتبقى، ركزي معايا، عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى يحتوي ذرته على 2 اوربيتال نصف ممتلئ. يبقى احنا كده اهو يا دكتور عندنا 2 اوربيتال نصف ممتلئ، تبقى هنا واحد 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 واحد، دول 5، تبقى 6 7 8 كده، بقى 2 نصف ممتلئ. يبقى ده يا دكتور بيتوزع 3 دي 8، يبقى ده عمنا مين؟ عمنا النيكل. تمام، وجميع مركباته برامغناطيسية عند اتحاده. كلمة اتحاد خلاص خلصت من غير ما اعرف مين العنصر، عند اتحاد يبقى مين؟ بينفل ازاي؟ تمام، جميل، لحظة واحدة لحظة واحدة، يلا رقم 57. سبعة وخمسين أي السبائك التالية تتكون من عنصر من عناصر السلسلة الانتقال الأولى وعنصر ينتهي توزيع إلكتروني بده، أدام ده يبقى ممثل صح؟ ما هو ده كده البي كانت عناصر ممثلة، يبقى احنا دلوقتي معانا انتقالي زائد ممثل، انتقالي زائد ممثل يبقى سبيكة ايه؟ بينية. حلو الكلام؟ طيب الأصلب من الصلب كانت مين؟ كانت الحديد مع الكروم، يبقى استبدالية استبعدناها، استنمنتيت بين فلزية استبعدناها، الدور الألومين كانت مين؟ بين فلزية استبعدناها، البرونز بقى كانت مين؟ كانت النحاس والقصدير، ما هو ده ممثل وده انتقالي، تبقى ده يا دكتور. تمام، 58 58 ماشي صلوا. هتبقى جيم. بصي السؤال دون رقم 58 59 60 61 62 بتعتمد على فكرة واحدة بس، تعال نشرحها بالتفصيل. الفكرة دي يا دكتورنا كنا احنا بناخد في اعدادي حاجة اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي، كان بيبقى قاعد في النص كده يا دكتور هيدروجين وعناصر فوق الهيدروجين وعناصر تحت الهيدروجين. العناصر اللي فوق الهيدروجين زي مثلا الحديد والزد ان يا دكتور، والعناصر اللي تحت الهيدروجين زي مين؟ زي النحاس. فاحنا بنقول لك بكل بساطة ان اللي فوق الهيدروجين يقدر يحل محل الهيدروجين يا دكتور بالشكل اللطيف ده، لكن اللي تحت الهيدروجين ما يقدرش يحل محله. فدلوقتي يا دكتور احنا عندنا حديد وعندنا مين؟ نحاس. عشان نفرق ما بينهم حط هيدروجين، الحديد يتفاعل معاه بكل سهولة لكن النحاس ما يقدرش يتفاعل معاه. طيب مين هنا يا دكتور فيها هيدروجين؟ هنا ده كان الكي او اتش، هنا ده كان ان اتش 4 او اتش يا دكتور، هنا ده كان مين؟ ان اي او اتش، لكن هنا كان الاتش سي ال. فين اللي فيها هيدروجين دلوقتي؟ اللي هو الاتش سي ال يا دكتور. تمام، حلو،
اوكي، رقم 59. بيقول لي التمييز بين سبيكتين، أحدهما من الحديد والكربون المنفصلين والأخرى من الحديد والكربون المتحدين، يتم استخدام إيه برضه؟ ألف إحنا ما بنستخدمش، هتبقى به يعني، إحنا ما بنستخدمش أي قاعدة خالص، لأن إيه الفلزات ما بتتفاعلش غير مع الأحماض، ما بتتفاعلش مع القواعد. تمام، هتبقى به يا دكتور. خلي بالك ان الحديد والكربون المنفصله يقدروا يتفاعلوا معاهم، لكن المتحده ما تقدرش تتفاعل معاهم، يبقى احنا كده ميزنا ما بينهم يا دكتور. تمام، رقم 60. ممكن اشرح انا رقم 60؟ ممكن اشرح انا رقم 60، ركز معايا، رقم 60 وركز معايا. للتمييز بين سبيكتين الواي والاكس، السبيكة اكس تتكون من النحاس والخرسين، والسبيكة واي تتكون من الحديد والخرسين. يا دكتور نرجع تاني للقطة دي، تمام، بتاعت مسلسلة النشاط الكيميائي. الزد ان قاعد فوق، الحديد يا دكتور قاعد فوق، الهيدروجين قاعد في النص، والنحاس قاعد تحت بالشكل ده. تمام، اتفقنا مع بعض ان يا دكتور الراجل ده مش بيتفاعل مع الهيدروجين، لكن ده يقدر يتفاعل بكل سهولة، وده برضو يا دكتور يقدر يتفاعل بكل سهولة. طيب تعالى بس نترجم واحدة واحدة. للتمييز بين سبيكتين اكس وواي، السبيكة اكس تتكون من النحاس والخرسين، ده يا دكتور ماله؟ لا يتفاعل مع الهيدروجين، لكن ده يتفاعل، يبقى ده يا دكتور فيه جزء من السبيكة اكس داب وجزء ما دابش، يبقى ده يا دكتور السبيكة مالها تدوب جزئيا، جزئيا، لأن النحاس ما دابش والخرسين داب. والسبيكة واي تتكون من الحديد والخرسين، طب ما هو ده بيدوب في الحديد او في الهيدروجين، وده برضه بيدوب في الهيدروجين. تمام، يبقى احنا يا دكتور هنحط اتش سي ال مخفف. طيب لما احنا نحط اتش سي ال مخفف ايه اللي هيحصل؟ قلنا ده مع بعض ان السبيكة اكس بتدوب جزئيا، والواي مين؟ كليا يا دكتور، لان ده بيتفاعل وده بيتفاعل، تبقى مفيش قدامنا غير مين؟ غير به هي اللي هتنفع. يلا يا ياسمين، 61، بنفس الفكرة. ياسمين، ياسمين سامعني؟ يلا، 61 بيقول لي يمكن التمييز بين سبيكة النحاس الأصفر، إيه النحاس الأصفر؟ اللي هي الزد إن زائد السي يو، دي هتدوب مالها؟ هتدوب جزئيا برضه، لأن ده مش هيتفاعل لكن ده بيتفاعل، يبقى بتدوب جزئيا، جزئيا. وسبيكة النيكل والصلب يا دكتورنا، هو النيكل قاعد فين على المسلسلة؟ بص يا سيدي، مش إحنا خدنا إن النيكل والصلب، الصلب دي كانت سبيكة مقاومة للصدأ والاحماض، يعني كده هي ما بتدوبش في الاحماض اصلا، مهما تعمل هي مش هتدوب، يبقى السبيكه الثانيه لا تذوب. تمام، تبقى يا دكتور الف ودال استبعدناها، لان السبيكه الثانيه لا تدوب. طيب السبيكه الاولى بقى هتدوب مالها؟ ما احنا اتفقنا مع بعض ان هي هتدوب جزئيا، يبقى مفيش قدامنا غير مين دلوقتي؟ به يا دكتور. حلو، آخر سؤال يا ياسمين. هتبقى ألف. تعالي نجربها برضه. لديك سبيكتين الأولى من الاف اي والزد ان، طب ما هو الاف اي قاعد فوق الهيدروجين اهو يا دكتور، يبقى ده بيدوب، والخرسين قاعد فوق يبقى بيدوب، يبقى دي بتدوب كليا. والثانية من النحاس والخرسين، يا دكتور دي بيدوب لكن ده ما بيدوبش، يبقى مين؟ جزئيا. يبقى لو فيها حتة بتدوب وحتة ما بتدوبش، أو في حتة بتتفاعل وحتة ما بتتفاعلش، يبقى جزئيا، لكن لو الاتنين فوق الهيدروجين يبقى كليا. كيف أتميز بينهم؟ هنحط ال HCl المخفف يا دكتور، فإيه اللي هيحصل؟ ف اللي هو الـ ZN والـ FE
بيدوب يا دكتور ويترسب النحاس من التانية، لأن النحاس ما تفعلش. تمام، يبقى بدل ما هو قال لي بيدوب جزئيا، قال لي إن هو النحاس بيترسب. جميل، حد مش فاهم ال3 أسئلة دول؟ حد مش فاهم ال3 أسئلة دول أو الفكرة دي؟ طب أنا دكتور مش حافظ المسلسلات النشاط الكيميائي. بص، هما دول ال3 أسئلة اللي أنت هتلاقيهم في حياتك دلوقتي لحد ما نوصل للباب الرابع، ومن الباب الرابع نبدأ بقى نشرح لك إزاي أنت ترتب العناصر على مسلسلات النشاط الكيميائي. أوكي؟ طيب في حد، طيب في حد بجد مش عارف آخر 3 4 أسئلة دول؟ أو مش فاهم؟ بس أوكي.